جدا كم سنة عمر يعني ما شفتكش. اه حبيبة كابتن اسلام، ربنا يخليك وشرف ليا ان انا معاك، وطبعا في قناة النادي الاهلي. ربنا يخليك يا حبيبي. والنادي الاهلي ده بيتي ومكاني واداني اسمه، ويعني احلى ايام يعني من النادي الاهلي والبطولات. ويعني كم سنة في النادي الاهلي يا كوش؟ انا 4 سنين في الاهلي والله، والسنة الرابعة رحت نيوشاتل في سويسرا. قعدت شوية وخدت 10 بطولات مع الاهلي. مع الاهلي طبعًا. في 4 سنين طبعا، والهداف التاريخي النادي الاهلي في البطولات العربيه، وهداف كاس مصر 95 96 97، ايوه، و97 98 انا هداف البطولتين. وجبت مع الاهلي 63 جون. وما كنتش بلعب. كان كابتن حسام اللي بيلعب. طبعا حسام اللي كان بيلعب اساسي واحتياطي. كان كابتن حسام اساسي واحتياطي في نفس الوقت. ايوه انا بقول لك حسام اساسي واحتياطي. كانت ايام جميله طبعا. طبعا طبعا طبعا، وكان جيل جامد قوي قوي. وانت برضو من جيلنا يعني اسلام يعني. لا كان جيل صعب وجيل قوي وجيل كله، كانت كل فرقه فيها 5 6 لعيبه جامدين جدا في كل فرقه، اصغر فرقه في الدوري. لا الامانه يعني الجيل بتاعنا كان جيل كويس قوي قوي، وكان صعب ان اي حد يلعب في وسطهم الامانه. يعني احنا كنا مثلا 30 لاعب، 30 لاعب دوليين، تخيل 30 لاعب دوليين الاساسي والاحتياطي اللي بره. يعني الدكه بتاعتنا تشوفها كانت صعبه قوي، يعني مثلا الدكه لو قاعدين بره كنت تلاقي جنبي مثلا وليد صلاح الدين، وعلى شمالك رضا عبد العال ومجدي طلبه وابو الدهب وياسر ريان. طب مين اللي بيلعب؟ مثلا مين اللي بيلعب؟ هتلاقي يعني كل واحد بقى تخيل في مكانه، لو ياسر قاعد وعماره بيلعب او العكس، ياسر بيلعب وعماره قاعد، تلاقي ابو الدهب قاعد اللي في الملعب، محمد يوسف او مشير، مجدي طلبه قاعد، اسامه عربي بيلعب او العكس. يعني لا ايه الاسماء دي؟ لا فعلا كانت الفرق كانوا بينزلوا الفرق، يعني اللعيبه كانوا بيتخضوا من الدكه بتاعت الاهلي. ويعني انا ليا مواقف كتيره في الملعب. مره حسام حسن واحنا في الملعب قال لي احنا فرقه تقيله قوي. كابتن حسام بتلعبوا مع بعض؟ واحنا واقفين ده مره كده يعني. قلت له طبعا. قال لي لا احنا بص اسامينا مين مين ومين 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 ومين. قال اسمك؟ طبعا ده ما اقدرش ما اقولش دي. لا ما لا حسام طبعا كان طبعا هو كابتني طبعا كابتن ونجم وهداف، ما ننكرش الكلام ده. لا ونجم وانا بحبه، اللي بيكون الافضل يعني في مصر. بس خلي بالك انا كل لما بلعب مع حسام كنت انا اللي بسجل وجبت جوان اكتر منه في الفتره. كابتن حسام حسن من فيليكس وحسام، مش من حسام بس، فيليكس وحسام في الفتره دي. يعني عمري ما لعبت انا وحسام ماتش مع الاهلي او المنتخب اللي انا سجلت، فدي كانت مشكله. كانت طبعا مشكله كبيره. كان بيبصي لك؟ لا طبعا هو كان بيبصي لمين عشان يبصي. انا اللي كنت مضطر ابصي له. كابتن حسام طبعا يعني احنا طبعا بنتكلم في اطار الهزار. لا نضحك. كابتن حسام سيظل دائما علامه وتاريخ في كره القدم المصريه خلال فترات طويله جدا. كان ايامها انت بتلعب بقى على فيليكس موجود وكابتن حسام حسن. بص كان لما بلعب يعني انا لما بدات لعب مع النادي الاهلي كان مين المدرب بقى في الوقت ده؟ طبعا المدرب الله يكون في عونه كان هولمان. في الاول هاريس اللي جابني، وهولمان الالماني اللي اشتغلت معاه. جابك منين هاريس؟ هاريس شافني كنت في شرقية الدخان، كنت هداف الدوري ب 30 جون وكنا بنيجي نلعب مع الاهلي وكنت بسجل اداء، يعني كل المباريات الوديه اللي لعبتها مع الاهلي في ستاند تيتش كنت بجيب اجوان. فكان اسمي مسمع بس على مستوى الدرجه الثانيه. بس جالي انديه في السنه دي يعني كل انديه مصر كان ما عدا الاهلي. يعني مقاولين واتحاد ومصري واسماعيلي، واتمرنت في اسماعيلي، قعدت اسبوعين بتمرن في اسماعيلي. وكانوا يعني محضرين العقود وانا اللي اجلتها. وسبحان الله لما اجلتها رحت الاهلي. بس طبعا اشرح لنا برضه، اشرح الناس كواليس اللي حصل الفتره دي. انا في السنه دي كنت هداف الدوري ب 30 جون، طبعا 30 جون من 12 فرقه ده رقم كان قياسي، يعني رقم كان جداً. عالي يعني ممكن تقريبا ما الله اعلم، انا ما الحمد لله يعني. وكان بيلعب جنبي في الوقت ده في الشرقية الدخان عبد الحليم علي وحسام عبد المنعم بتاع الزمالك الليبرو. حسام كان بيلعب في الشرقية صح؟ كانوا بيلعبوا، كنا فرقة واحدة يعني، فكنا فرقة كويسة قوي، كنا فرقة كرة بصراحة تقيلة يعني. فكنا بنيجي الأهلي ساعات نتعادل مع الأهلي، ما كناش ماتشات ودية. بعد كده لما الموسم انتهى أنا جالي نادي القناة وجالي الإسماعيلي وجالي المصري وجالي المقاولين وجالي، فما بقتش عارف أروح فين. فطبعا أحسنهم كان نادي الاسماعيلي كترتيب في الجدول واسم وكل حاجه. الاسماعيلي طبعا نادي الاسماعيلي، فانا قلت لا انا هاخد الافضل. ففعلا رحت الاسماعيلي، كان كابتن شحته الله يرحمه يعني، وكابتن شحته يعني دقيق ومن المدربين اللي ما يكرروش.
شخصيه وتدريب. اتمرنت معاه انا حاجه الله يرحمه يعني كان حاجه في حته تانية. فبعت لي كذا مدرب يتفرجوا عليا وانا مع الشرقيه الدخان. أيوة. كل ما يجوا يتفرجوا عليا يكتبوا عليا تقرير عالي جدا. أوه. فهو قال لي هو ما بيتكلمش على اللعيب ما بيشكرش في اللعيب، يعني هو ما يقولكش انت كويس. لا كابتن شحته فمره قال لي يا ابني انت لعيب كويس قوي وانا عايزك. فانا واقف مع اللعيبه حمزه الجمل وسعفان وايهاب جلال وبتاع والعجوز، فقلت لهم انا زهقت انا عايز امشي. كان بقالي اسبوعين بتمرن معاهم. قالوا لي، قلت لهم انا عايز امشي، انا كل ما اقف مع الكابتن يقول لي انت لعيب كويس قوي، انت لعيب كويس قوي، انا هقعد كل يوم يقول لي انت لعيب كويس. انا هخلص يا اما هروح القناه عايزيني بضعف اللي انتوا عايزينه والمقاولين، وانا زهقت انا عايز اخلص. قال لي يا ابني الكابتن قال لك، هو بقى ايمن رجب قال لي الكابتن قال لك انت لعيب كويس قوي. قال لي متاكد؟ قلت له اه كل يوم بيقول لي كده. قال لي ده محمد صلاح ابو جريشه بيجيب جوان والعجوز عمره ما قال لي واحد فينا انت كويس، ده يبقى بيموت فيه. الله يرحمه يعني. فطبعا لما اتاخروا شويه الاهلي لما جه الكابتن محمد عامر كان بيدربني في الشرقيه الدخانه والكابتن حمد صدقي. ولما قلت له يا كابتن عامر انا رايح خلاص الاسماعيلي، قال لي يا ابني انا من واجب ان انا اقول للاهلي انت لعيب تلعب في الاهلي، وانا قلت لك من النوعيه اللي تلعب في النادي الاهلي. قلت له اهلي يا كابتن، انا بعيد كل البعد عن النادي الاهلي، محدش كلمني خالص اساسا. لا وبعدين يعني الاهلي بالنسبه لي كان حاجه، انا كنت بروح اتفرج في الاستاد على النادي الاهلي والله يعني. طبعا انا اهلاوي فظيع. كنت بتروح طبعا ايام جيل مين بقى؟ جيل الكابتن الخطيب طبعا، والكابتن شريف عبد المنعم، والكابتن طاهر ابو زيد، والكابتن مصطفى عبده، مصطفى يونس، والكابتن اكرامي، والكابتن. كنت بتروح الاستاد؟ طبعا ماتش المقاولين بتاع 1-1 اللي الكابتن الخطيب جاب الجون بوز جزمة، كنت في الملعب. لا والله طبعا. امال ايه، ماتشات كتيره، وفي ماتش الكابتن حماده المصري جاب في المقاولين جونين كان لسه متنقل من المقاولين، انا كنت في المباراه. لا والله والله العظيم كنت ممكن الناس اخدها. الناس بتروح على طول طبعا. لا انا كنت بحب الاهلي قوي يعني. اهلاوي اهلاوي يعني. فالمهم ايه، كابتن عامر قال لك هقول لهم في الاهلي؟ قال لي هقول لهم في الاهلي ونشوف. والكابتن حماده صدي كان بيدربني في شركه مسطران. وما كانش فيه بقى خلاص الدوري واقف، فالكابتن عامر قال لهم، الكابتن محمد رمضان قال له انا عارفه وبتاع ولعيب كويس قوي. كان كابتن محمد رمضان كان مدير الكوره، كان لسه ماسك. كان مدير الكوره. قال له خلاص احنا ايه الخواجه عايز يشوفه، فنعمل ماتش. كابتن حماده صدقي قال لي مفيش ولا فرقه موجوده يعني مفيش دوري، فانا هجيب فرقه مسطران من بيوتهم برضو. رحنا لعبنا الاهلي. طبعا فرقه جايه من بيوتها بلا شاره بتلعب، خدت 15. مش عايز اقول لك يعني الماتش، احنا كنا فرقه كره يعني بتوع مسطران كان احسن لعيب على مستوى الدوري الممتاز والممتاز بيه. فرقه بس طبعا مش جاهزين يعني. عملنا ماتش كويس بس طبعا الاهلي عمال يجيب في جوان واحنا ماسكين كوره بس. فالماتش انتهى 7-1 للاهلي، مش 6-1 يعني. لا 7. لا يا ريت كان تخصم الواحد. وانا اللي جبت الجون في الاهلي. كنت بلعب مع مسطران وعملت ماتش كويس قوي. ايوه. وخرجت من هنا وماشي. الكابتن حماده صدقي كان معايا اخويا الدكتور اسامه ووالدي الله يرحمه، فبقول لهم يلا نمشي. قالوا لي ما حدش كلمك؟ قلت لهم لا ما حدش كلمني. طب اسال الكابتن حماده صدقي. قلت لهم ما هو ما كلمنيش، انا كنت خجول قوي يعني، ما احبش ان انا اتكلم في حاجه تخصني يعني. فاخويا قال لي ما تسال الكابتن حماده في ايه؟ قلت له يا كابتن حماده عايز حاجه من بعيد. قال لي استنى. دخل الكابتن رمضان وخرج، قال لي تعالى بكره الساعه 11 يا احمد. قلت له في حاجه؟ قال لي تعالى هستناك بكره الساعه 11. فروحت ومش قايل بقى الاهلي اي حاجه بقى انا ولا على المعده، رحت واخد بعض ورايح النادي الاهلي الساعه 11 الصبح. حلو. دخلت لقيت لك، اول ما دخلت لقيت المهندس عادل القيعي قاعد في الوش الكابتن رمضان قاعد. راح الكابتن عادل القيعي قايم قال لي يا احمد احنا مستنيينك بقالنا شويه وبتاع والكلام ده. قلت له انا معادي 11. قال لي ما انا عارف بس انا كنت قاعد مع الكابتن. طب كويس نخش في الموضوع على طول. كابتن رمضان انت عايز احمد فنيا خلاص الخواجه اقتنع بالراجل باحمد ان هو معاكم في الاهلي؟ قال له احمد معانا في النادي الاهلي خلاص. هو قال كده يا اسلام وانا دخت. لا والله اقسم بالله ما شفت حاجه قدامي. والله فضل يتكلم وانا بص خلاص يعني مصدق. عمال اقول الراجل ده بيضحك عليا ولا ايه؟ وايه ده؟ حاسس ان انت لسه في حلم يعني. وبيكلمني وانا واقف لسه ما قعدتش. ده المهندس عادل. قال المهندس عادل بص خدني على طول. قال له بص يعني خلاص انت فنيا متفقين عليه اقعد انا معاه اداريا خلاص يعني احمد معانا في النادي الاهلي. وانا عمال بص تايه. قلت الراجل ده بيضحك عليا. فوقفت كده قلت له نمضي فين؟ قال لي نمضي العقد. قلت له عقد ايه؟ قال لي العقد في النادي الاهلي. بطولك؟ لوحدي. بطولك؟ ولوحدي. وانا كان سني قد ايه؟ كان سني قد ايه؟ كان سني 20 سنه 21 سنه. ولا كان في وكيل بقى لعيب ولا الهوا؟ لا 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 مفيش الكلام ده ولا اي حد. جاي لوحدي. لوحدك. فقال لي نمضي العقد الاهلي 5 سنين. فانا عايز اجمع. عقبال ما جمعت خدت لي 3 4 دقايق.
لا ده انا بقى ايه، ما انا لقيت الوضع كده وبياخدني، قلت اعمل نفسي بقى شخصيه شويه بقى، ده عايزيني بجد بقى، ده الموضوع كبير. انا فاكر ان الكابتن حماده الصيد جاي يقعد معايا، فوجئت لقيت الاهلي عايزني. فرحت قايل له ايه، عايز اعمل بقى نفسي بقى ان انا ايه، عشان ايه يعني، خلاص بقى ده انتوا عايزيني يبقى انا لعيب جامد. قلت له انا همضي سنتين وانا عايز امضي 10 سنين. قال لي لا ده العقود، ده انا معايا عقد، بص يا ابو الدهب ومش عارف وياسر ريان والحديدي ومين ومين، كل واحد 5 سنين. قلت له يا كابتن، قلت له ما كابتن من سنتين وانا عايز امضي، بس انا عايز يعني ايه ابين يعني ابين ان انا لعيب بقى يعني. فقلت له بقول لك ايه، وانا مش عارف، قلت له بقول لك ايه، نكلم الكابتن عامر ونشوف الكابتن عامر يقول ايه. فبقول له يا كابتن عامر ده مش عارف احمد ومش عايز امضي 5 والكلام ده. فاقول له يا كابتن عامر اعمل ايه؟ قال لك امضي 10. قال لي قال لك مش النادي الاهلي 10. قلت له انا عايز امضي بس انا عمال اقول له كده. قال لي امضي. قلت له امضي. قال لي طلعت الورق ولا اعرف اخد كام، ولا اعرف اخد كام يا استاذ. لا بس اللي اتفقت عليه او الكلمه اللي اتقالت لك هتلاقيها موجوده طبعا. مش طبعا يعني لا لا بص اقول لك يعني كلنا عارفينها الموضوع ده من غير ما نجمل ونقول النادي الاهلي دي حقيقه يا اسلام. النادي الاهلي في حته ثانيه خالص عن انديه مصر كلها. صح انا لعبت في النادي المصري ولعبت في جولدي في الممتاز ولعبت 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 احترفت بره. الاهلي في حته تانية. مش بقول ان الاهلي طبعا يعني بره ليهم نظام وسيستم، بس الاهلي حاجه تانية. ايوه انا مش عايز اقول لك ان انا في النادي الاهلي وسبت النادي الاهلي ومشيت واحترفت بره. كلمت الكابتن عماد اليماني قلت له يا كابتن عماد انا كنت رايح نيو شاتل هقعد اسبوع اعمل كشف طبي وارجع. الراجل مدرب مسك في يعني قال لي اقعد انت هتلعب معايا الماتش في الدوري عندنا ماتش بعد شهر. كان اسمه الان جيجر اللي جه يدرب بالمصري. مسك فيا فقلت له انا ما سبتش فلوس في بيتي للمده دي. قال لي يا احمد خلي حد من عندك يجي لي. والله العظيم بعت له اخويا ولا اعرف هيعمل ايه. اداله 7000 جنيه. عايز اقول لك 7000 جنيه في الوقت ده كانك مديله مثلا بتقول له خد مثلا ايه 70000 جنيه. وانا عقدي في السنه، انا عقدي في السنه كان 8000 جنيه. Yeah. بالضرايب 6000 جنيه. لما يروح والله العظيم اداله كانت دي فلوسك يعني في النادي. قال لي احمد لا قال لي كده الكابتن عماد اليمان للامانه. قال لي بص اي حاجه عايزها وانت هناك من النادي الاهلي انا بعتها لك. والله ما كان لي حاجه في النادي الاهلي يا اسلام. وعايز اقول لك انا عمري ما طلبت فلوس من النادي الاهلي. انا كنت افتح الدولاب بتاعي كده الاقي الحاجه بتاعتي جوه الدولاب. فالاهلي الاهلي في اتجاه تاني. في انديه محترمه في مصر بس احنا مش جايين دي حقيقه. عشان كده بنقول ان اللي ما لعبش في الاهلي ما لعبش كوره. الاهلي حاجه تانيه. جمهور الاهلي انا النهارده لحد النهارده انا ماشي الناس بتشاور لك وانت ماشي وانت خلاص وانا رعيت وبقيت وكبر. فمنين؟ من النادي الاهلي يا اسلام. النادي الاهلي ده حاجه تانية خالص. لا يقارن. ودي حقيقه. حقيقه وانا بقولها ويعني من قلبي لان انا عشت الكلام ده. انا لحد النهارده عايش على حس النادي الاهلي انا واولادي. مش عايز اقول لك احنا فضل النادي الاهلي علينا كبير. عملنا مع الاهلي وجبنا بطولات وبتاع، بس النادي الاهلي النادي الاهلي اللي ادانا الباور وادانا الاسم وادانا القوه. لا انا فما تكلمنيش في الاهلي ان انا حته الاهلي يا اسلام. حصل ايه بعد كده بقى؟ بعيد قوي ايه؟ يعني انت دلوقتي المهندس عادل القيعي قال لك كابتن محمد عامر كلمك قال لك امضي قمت ماضي. اول تمرينه بقى. اول تمرينه الاسماء اللي حضرتك كنت بتتكلم عليهم من شويه. لا الفرقه بتاعتنا كانت تقيله قوي. يعني كانت اسماء. لا يعني استقبلت الموضوع ازاي؟ يعني انت خلاص كده ما هو برضه الناس بتحب الحاجات دي. الناس عايزه تعرف ايه اللي حصل بقى. يعني انت خلاص كده مهندس عادل القيعي وكابتن محمد رمضان المدير الفني كان هاريس. كان لا هاريس وجي هولمان. كان هاريس خلص واختارني خلاص اوكي ومشي وجي هولمان في الوقت. جي هولمان ما هو ده يوريك ان النادي الاهلي بيشتغل بطرق معينه. يعني ده اللي هتكلم فيه في الاخر. لكن بعد كده بقى بعد الطلعه دي عملت ايه؟ يعني انت طلعت من الاوضه عملت ايه؟ طب انا هقول لك على حاجه. قول لي. انا ساكن في منطقه الدرب الاحمر اللي هي ورا مديريه امن القاهره. وانا النادي الاهلي كنت في الجزيره. انا اول لما قال لي كده المهندس عادل القيعي وخلصت ومضيت العقد والله العظيم يا اسلام ما شفت قدامي. وفضلت ماشي خدتها ماشي لحد بيتنا. ماشي بص ماشي ومحدش عندك في البيت يعرف خالص؟ والله ما في حد يعرف. وفضلت ماشي 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 ومش عارف افرح ولا انا خايف. ما تضحكش عليك خايف يعني. فرحان بس خايف. ايه ده هلعب جنب حسام وفيليكس وكان ايمن شوقي لسه ووليد صلاح الدين. يعني انت بتتكلم في لعيبه مين دو يعني انا مين يعني ولا حاجه. يعني انا عايز سنين عليها. عايز وقت طويل عشان افهم الموضوع. لا عشان يبقى اسمي يتحط جنبهم يعني. محتاج وقت. فايه ده وهعرف اجيب جوال الاهلي وهعرف اكسب الاهلي. وفضلت ماشي يا اسلام والله.
كوبري قصر النيل اللي مش عارف ليه التحرير لعبدين اللي ليه بص ماشي مش شايف قدام مش مصدق لحد ما دخلت بيتنا يعني الله يرحمه والدي كان موجود ولقيت سبحان الله كأن العيلة كلها اتجمعت وانا ادعيهم من غير ما اقول لهم فجأة لقيت كل اخواتي اخواتي وبجوازتهم مش عارف ايه باخواتي فجأة كده لقيت العيلة كلها موجودة والله يا اسلام كأني في ميعاد ودخلت جوه فده كلهم وقفوا كده في ايه انت مضيت في حتة قلت لهم مضيت مش مصدق يعني ما لسه محدش بقى متوقع هم عارفين ان الشرقية الدخان عايزيني وبيقاتلوا عليا عارفين الاسماعيلي عايزني عارفين المقاولين عارفين يعني اللي عايشين القصه معايا بس لسه الاهلي وامي يعني ربنا يديها الصحه والعافيه كل يوم تلاقيني لدرجه ربيت داني يا ابني انت مالك في ايه انت مش لاقي قلت لها انا مش عارف اروح فين فقالت لي ايه قالت لي انت جوز اختي بقى واقول لك دي كان زملكاوي قوي يعني زملكاوي قوي قوي قال لي انت رحت في احمد شكلك مضيت في الشرقية الدخان انت شكلك هتعادنا تاني ونلف وراك دوري الممتاز بيه والانديه مش عارف ايه وحديد والصلب وي وي وراح اخويا قال له لا ده مضى في المقاولين شكلك المقاولين واخواتي قالوا الاسماعيلي فوقفوا كده قال قول لنا انت مضيت فين كل ده انت واقف انا واقف بسمعهم كلهم وامي قالت ايه امي قالت انت كنت بتحب بتوع الشرقيه الدخان وبيحبوك فشكلك مضيت هناك فشكلك مضيت هناك وقعدت يلا خير في مختاره الله قلت لهم اقول لكم يعني عايزين تعرفوا مضيت فين؟ قالوا لي كلهم بقى اخواتي كلهم موجودين بجوازتهم سبحان الله كل حد قلت لهم انا مضيت في النادي الاهلي مش عايز اقول لك يا اسلام انت بترجعني ذكريات حلوه ذكرى لا ما تتنسيش طبعا ما تتنسيش هقعد احكيها لاولادي واحفادي عيطوا واخواتي خرجوا زغرطوا والدنيا بص الدنيا اتقلبت عندي وجوز اختك عمل ايه جوز اختي فرح جدا زملكاوي اقسم بالله بقى اهلاوي 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 ما سابليش تمرين ما سابليش تمرين على طول معاه هو بيحبني جدا هو اكبر مني مربيني يعني اكبر مني بكتير ما سابليش تمرين في النادي الاهلي وبقى اهلاوي الناس بقى تقول له قال لهم انا بقيت اهلاوي عشان خاطر احمد كشري وبقى بيحب الاهلي جدا فرح جدا من قلبه ووالدتي عيطت واخواتي وابويا عيط ابويا اهلاوي قوي على فكره يعني بيروح الاستاد وبيشجع والدي اهلاوي اهلاوي يعني ممكن ما كانش بيروح الاستاد عشان ما كنتش يعني انا اللي كنت يعني الكوره بس هو اهلاوي اهلاوي وصور الاهلي متعلقه عنده في محله وحاجه يعني فحصل في البيت فرحه بقى فرح فانا قلت لهم ايه قلت لهم لا ما تقولوش لغايه لما نشوف الدنيا قالوا لي ازاي دي مصر كلها قلت لهم مصر كلها تعرف بس والنبي ما تقوله طب ليه انت مالك قلقان لي قلت لهم انا قلقان لان انا رايح حته كبيره قوي خايف ان انا ما افرحش او ان انا ما انجحش مع الاهلي دي هزعل لان انا فاستنوا لما ربنا يكرم كده انا برضو ما عنديش خبره لسه عندي 21 سنه ما فيش هو تاني يوم كانت مصر كلها عارفه طبعا وبعديها اسلام رحت مع الاهلي معسكر الاول اللعيبه استقبلونا في كابتن ثابت البطل بقى جه يعني اتغير هاريس واتغير كابتن محمد رمضان ودخل الكابتن ثابت البطل وقابلني وقعدنا مع بعض واللعيبه قابلوني اللعيبه قابلوني بصراحه اسلام يعني مش عايز اقول لك بيتي والله العظيم بيتي اولا لاني وليد صلاح الدين وهادي خشبه واحمد ايوب واحمد عبد الفتاح لا دول يعني زمايل بنتقابل مع بعض على طول لعبنا قدام انا كنت في المقاولين على فكره 7 سنين يعني انا من ناشئين المقاولين وكنت هداف دوري وكنت بلعب منتخبات يعني عارفيني كويس قوي وبعدين رضا عبد العال قابلني كويس قوي ابو الدهب اللعبه كلها بصراحه ورحنا معسكر من الاكاديميه البحريه لالمانيا واول لما رحنا لسه بادئين المعسكر ما بقيناش كتير هامبورج الالماني قال لهولمان هنعمل معاك ماتش حلو واحنا ما خدناش من وجهه نظر الفتره اللي هي تخلينا ان احنا نبدا نخش في الماتشات التقيله فرقه كبيره ما بدنا يعني ما فيش بدايه لكن هامبورج في الوقت ده كان تالت الدوري او تاني الدوري كان جامد جدا فلما قالوا لهولمان هولمان ما بقاش مصدق نفسه انا شفت الكلام ده مش مصدق نفسه لان هولمان كان اول مره يمسك فريق في دوله عربيه مش عارف حجم الاهلي من الاخر هو مش عارف كان ساعتها النادي هولمان ده بيلبس كده قميص ابيض من اشيك المدربين ومن اطيب المدربين على فكره شخصيه جميله جدا 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 واللعيبه كلها كانت بتحبه